أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. تجميل الأسنان من التخصصات المهمة جدا، واللي احنا شايفين يعني في الوقت الحالي أو في زماننا ده طفرة عظيمة وكبيرة جدا في شكل الأسنان وفي علاج الأسنان. زمان لما كان حد يبقى يعني سنانه واقعة أو مسودة أو يعني فيها مشاكل، كان ممكن يعني يقضي عمره كله بنفس الشكل ده وما يعرفش يتصرف فيها، لأنه الموضوع يعني كان معقد جدا، بياخد وقت طويل جدا. حاليا يعني احنا بقينا ننبهر بفكرة انه حد ممكن يبقى داخل شكل اسنانه معقد جدا، الموضوع ما ياخدش وقت طويل، وده بسبب وجود يعني تيم ورك، فكرة التيم ورك، وانه اكتر من حد ممكن يدخل يعمل في نفس الوقت حاجة هو متخصص فيها، فكلهم ينجزوا بقى في وقت قليل جدا. أنا بيشرفني النهاردة دكتور محمود حشمت، زمالة تجميل الأسنان من جامعة مانشستر وعضو الأكاديمية الألمانية لزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك ازيك. إحنا عايزين نركز النهاردة على فكرة التيم ورك، وإنه إنكم يعني ممكن المريض أو اللي عايز يعمل تجميل يدخل مكان ويطلع بمنتهى السرعة مخلص كل حاجة، وده لأنه مفيش واحد بس هو اللي بيقعد بيشتغل، فأنتوا ممكن توصلوا الفريق بتاعكم يوصل لقد إيه؟ مظبوط. طيب احنا في حالات قبل كده اتكلمنا عن تركيبات الاسنان وتجميل الاسنان بصفه عامه، اتكلمنا عرضنا حالات كتير لصور قبل وبعد، حالات كانت متدمره واسنان بايظه بقت اسنان كويسه. اتكلمنا عن عوامل نجاح تركيبات الاسنان بصفه عامه، قلنا ان هي لازم توفر فيها ثلاثه كريتيريز او ثلاث شروط عشان نقدر نقول التركيبات او التجميل ده ناجح. قلنا الشكل، قلنا الوظيفه، قلنا البيولوجيك او الاستراكشر ديوربيليتي، ان التركيبه دي بعد 15 سنه هبص عليها الاقيها كاني لسه حطيتها في بق المريض امبارح، مش عامله لي اي مشاكل في الاسنان، مش عامله لي اي مشاكل في اللثه، وفي نفس الوقت شكلها حلو وبتادي نفس وظيفه الاسنان. لان قلنا قبل كده برضو ان مش تجميل الاسنان مش معناه ان انا ما اعرفش اكل على اسناني او اي تركيب اسنان، هي لازم تادي نفس وظيفه الاسنان الطبيعيه بالظبط. شكله فانكشن. طيب اتكلمنا قبل كده ودايما بنقول وبناكد عن التخصص، وده هياخدني لاجابه سؤالك، ان طبيب الاسنان او طب الاسنان عامه احنا تخصصات، احنا زينا بالظبط زي دكاتره البشري، احنا زي ما في دكتور عيون، في دكتور قلب، في دكتور عظام، في طبيب اسنان متخصص في التركيبات، في طبيب اسنان متخصص في التقويم، في طبيب اسنان انا ما بشتغلش كل حاجه لوحدي، يعني انا عندي في العياده انا ما بشتغلش كل حاجه، انا عندي تيم متخصص، عندي دكتور جراحه، عندي دكتور زراعه، دكتور حشو عصب، دكتور علاج لثه، دكتور تقويم. كل واحد عامل الدكتوراه بتاعته في حاجه واحده. كل واحد الماسترز او الماجستير بتاعه او الدكتوراه بتاعته او اللي بيدرسه في الجامعه هو في تخصصه. ما بيشتغلش حاجه تاني، يعني انا دكتور العصب عندي ما بيشتغلش تركيبات، دكتور التركيبات ما بيشتغلش عصب. حاجه جديده مؤخرا بقت موجوده، والله هي موجوده من زمان بره مصر، ريسنتلي بقت تدخل مصر. بقينا انا شويه الناس بقت اوير او بقت خلاص ان هو فكره دكتور العيله او دكتور الاسنان بيشتغل كل حاجه دي خلاص هي اتلغت. قلنا ان دكتور التركيبات او دكتور التجميل بصفه عامه هو المايسترو بتاع التيم ده، هو اللي بيبتدي يوجه التيم بتاعه بناء على اللي هو بيبقى شايفه. انا الوحيد، انا دكتور التركيبات او دكتور، انا الوحيد اللي ببقى عارف انا عايز اوصل لايه، الحاله بعد خلاص افتر هتبقى واصله لايه، فانا ببتدي اوزع الادوار بناء على اللي احنا بنوصل له ده. عرضنا حالات كتير قبل كده لصور قبل وبعد في حلقات قبل كده، بس مفيش حاله او ما اتكلمناش عن تفاصيل، ما اتكلمناش عن ازاي الصوره دي حلوه، الصوره دي كانت الاسنان وحشه بقت حلوه، طب وصلنا لكده ازاي؟ كم دكتور اشتغل؟ قعدت وقت قد ايه؟ المريض تعب ولا لا؟ ازاي اوصل للنتيجه دي؟ عشان كده انا مش عايز النهارده نعرض حالات كتير، انا عايز اعرض حاله واحده او اتنين ماكسيمم، عشان بس اوري الناس او الناس تبقى اوير كفايه ان هو ايه البروتوكول اللي لازم نتبعه. يعني انا جايب حاله معايا، ممكن بس نعرض الصوره الاول كده قبل وبعد، لو ممكن نحطها قبل وبعد. الاول دي حاله، ايه رايك؟ حالة أسنان كانت حالتها صعبة شوية، الأسنان مرة واحدة بقى شكلها حلو، قعدنا وقت قد إيه؟ بقى طب كم دكتور اشتغل؟ هو طب نفس إيه هي الشخص المشاكل؟ حاسة اتغير خالص نفس بوحدك. الشخص أنت شفت الحالة كبيشنت أو كبني آدم عادي، الحالة بقت حلوة، المريض ده عدى بإيه؟ ده اللي إحنا عايزين الناس تبقى فاهماه، ده اللي أنا عايز الناس تبقى مدركة أو عندها الوعي الكافي إن هو أنا لوحدي، أنا ما عملتش الكيس دي، أنا ما عملتش الحالة دي لوحدي. خليني أنا أسأل أسئلتي البدائية وأنت رد عليا بالتطور اللي أنتوا بتعمله. تعالي. هل السنان البايظة دي بتتشال؟ لا مش شرط، معرفش. يعني مثلا أنت عملت إيه؟ معرفش، نعمل تريتمنت بلان. تعالي أقول لك بقى إحنا بنعمل إيه، يعني أقول لك هعرف إزاي، أنا من الصورة كده معرفش. تعالي أقول لك إحنا إزاي بنعرف.
طيب احنا هندمج كذا حاجه ببعض. هندمج، هقول لك الاول البروتوكول اللي احنا بنمشي عليه عشان لما بتجي لنا حاله من الاول سواء من اول هي سنه واحده ولا هي فول قرش او هي اسنان كامله بايظه بقه كله بايظ، هو واضح انها اسنان كتير، هي اسنان كتير. هنعرض الحاله دلوقتي بالتفصيل، وهدمج لك شويه العلم بالتكنولوجي. يعني ايه العلم بالتكنولوجي؟ يعني احنا دايما بنقول ان الدكتور لوحده لو عنده العلم بس من غير تكنولوجي او ريسنت الاجهزه الحديثه فهو مش هيوصل للنتيجه اللي هو عايزها في دماغه من اللي هو خدها من العلم دي. وفي نفس الوقت هو لو عنده الاجهزه الحديثه وعنده التكنولوجي الريسنت بس هو ما عندوش النولج الكفايه ان هو انا ازاي اوصل باحسن نتيجه من الاجهزه دي او ازاي اشغل عشان اوصل لاحسن نتيجه، انا مش هوصل برضو للاحسن نتيجه. احنا عايزين ندمج البروتوكول اللي نمشي عليه واحنا عندنا النولج الكفايه او العلم الكفايه او التخصص، ايوه التيم اللي كل واحد فاهم دوره ايه مع التكنولوجي. تمام. طيب احنا بتجيلنا الحاله، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لازم بنصور. الحاله لازم تتاخد بتتصور، فين التكنولوجي فين العلم؟ هنشوفه دلوقتي. فين التكنولوجي؟ ان انا بصور بيه معدات معينه، مش بكاميرا موبايل، مش بصوره معينه، لا انا بصور بلانس معينه مخصوصه لدكاتره الاسنان. بنبتدي نعرض الحاله. الحاله جت هنبتدي نعمل عليها حاجه اسمها ديجيتال سمايل ديزاين. يعني ديجيتال سمايل ديزاين او DSD، ببتدي ان انا احط خطوط وهميه بالطول وبالعرض على الاسنان. ممكن معانا صوره، ممكن معانا صوره للدي اس دي. انا الحاله هي جايه قدامي كلها اسنان متدمره، كلها تسوسات فيها تاكل، اللثه ملتهبه، الم رهيب بقى طبعا، الم رهيب، العض باظت، ده مريض عنده 31 سنه 32 صغير. سنه مش عارف يشتغل، مش عارف يضحك، اهمال طبعا فوق كل ده على الاسنان، حاله نفسيه متدمره. طيب قلنا الحلو بقى ما تفضلوش حاطين قبل الحلو نجيب بس الدي اس دي او الديجيتال سمايل ديزاين. بدينا نعمل حاجه اسمها تصميم الابتسامه. الصوره اتحطت على الكمبيوتر، ابتدينا نقعد از تيم. هي دي مش اسنان، دي كل ده سوفت كل سوفت وير، ده كل ده سوفت وير، دي فوتوشوب. بتتخيلوا ايه الشكل المناسب لاسنانه اللي هتتحط؟ احط التخيل اللي انا عايزه. ماشي. احط التخيل اللي انا عايزه ده بناء على ايه؟ بناء على بروبورشنز. ما هو برده في علم، هي دي التكنولوجي. انا عندي الجهاز اللي يعمل كده، عندي سوفت وير يعمل كده. فين العلم؟ ان انا بعرف اوزع بروبورشنز، اعرف اوزع مسافات الاسنان، اعرف اظبط الاطوال، اعرف انا محتاج مثلا اشيل قد ايه من اللثه، اعرف انا محتاج اوزع المسافات بناء على ايه؟ ماشي. بناء على طول وشه والعرض. طيب ده بياخد، ده هو راح لكم صورتوه عملته البتاع ده وقت قد ايه؟ حطينا الديجيتال سمايل ديزاين، كل ده احنا لسه في نفس اليوم قاعدين. احنا صورنا وخدنا الديجيتال سمايل ديزاين. ابتدينا اول خطوه ان احنا نعمل حاجه اسمها موكب، ان انا اوري له ده على وشه. ان انا بعمل بروفا، انا كل ده لسه ما لمستش العين، بوري له بروفا على وشه بالشكل الفاينل اللي انا عايزه اوصله، شكله بالسنان يشوفها صوره، يشوفها صوره. ماشي ماشي. ابتدي اصوره، احنا كل ده لسه ما عملت، لسه ما سلمتهوش. ماشي. انا بصوره واوري له الشكل، انت هنوصل لكده. يبتدي هو يحط الكوماندز بتاعته، انا عايز اسنان تزيد شويه، ده هنا صورته بعد ما تعالج طبعا. دقة لسه ما عملتش حاجه، لسه ما لمستوش. ايه ده؟ ما هو ده موكب، دي بروفا، دي حاجه معناها 3 برينتنج من الموكب او من ال 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 لا يعني اسنانه الحلوه هنا. لا إيه؟ لسه دي مش سنان، دي ايه؟ دي مش حاجه، دي بروفا على اسنانه. لا والله بالشكل اللي انا عايز اوصل له. يعني مركب شكل كده، حاجه فيك كده بالظبط. اوكي. بناء على الديزاين اللي احنا عملناه على الكمبيوتر. بطلع منه حاجه بروفا بمقاسات معينه، بحطها له بقه اجربها. اوكي. حطيتها بقه جربتها، ببتدي خلاص انا كده بدات عرفت التيم بلان بتاعتي. بناء على اللي موجود في بقه ده انا عرفت مثلا انا عايز اشيل قد ايه من اللثه. ببتدي اول خطوه ان انا بالليزر. في حاله زي دي اكتشفنا ان احنا بعد ما صورنا اشعاعات اكتشفنا ان احنا مش محتاجين نخلع الاسنان. ده سؤال، مش محتاج اخلع اسنان. اكتشفت ان انا ممكن اخد فيرل. يعني ايه فيرل؟ ان انا عندي جزء هلسي من لثه من السنه 2 مللي، اقدر ان انا لو شلت بالليزر اللثه الزياده دي اعرف اوصل له وابني الاسنان من الاول، احط فيها دعامات وابنيها من الاول. انا ما احتاجتش ان انا اخلع اسنان. لو انا مش عندي التكنولوجي انا هخش اخلع اسنان واحط زراعات. وهو باي ذا واي راح للدكتور وقال له كده، بس انا مش محتاج كده. ماشي. طيب بدأنا نشتغل بالليزر، شلت فين العلم؟ احنا قلنا هندمج. فين العلم؟ انا عندي العلم ان انا عارف انا هشيل قد ايه بناء على اللي انا وصلت له. فين التكنولوجي؟ ان انا شلت بليزر، ده جهاز انا ماليش دخل فيه. شيل اللثه بالليزر؟ ليزر. مش بتحرق يعني ولا بتعمل ايه؟ لا طبعا فهمني بقى، يعني عشان انا بقى اللي يهمني انا هشيل لثه، هشيل يا اما بليزر. انه ايه الموضوع؟ الالم قد ايه الموضوع؟ مفيش الم. الليزر الميز من ضمن مميزاته ان انا ممكن ما اديش بنج اصلا، في معظم الحالات ما بديش بنج. ايه ده؟ ليزر انا ما بحتاجش ادي بنج، اللي هو هقطع بمشرط. هقطع بمشرط، انا شلت انا ما عرفتش اعمل تحضير الاسنان في نفس اليوم. انا الليزر اقدر مميزات اعمل تحضير الاسنان في نفس اليوم. مفيش دم بينزل، لو قطع بالليزر مفيش اي دم بينزل، بقدر احضر الاسنان، بقدر اعمل اي بروسيجر بعدها في نفس جميل. اليوم. طيب الخطوه طيب خلصنا الليزر، بدانا
دكتور العصب دخل، دكتور متخصص ماجستير علاج عصب بيشتغل عصب بس، يخش يشتغل العصب. من 8 ل 10 اسنان تقريبا كانت في الحاله دي، ابتدينا ان احنا نعمل له علاج العصب. العلم فين؟ هو عنده العلم الكافي ان هو يقدر يوسع قد ايه قناه العصب، يلم قد ايه، يحط قد ايه، يقف باطوال قد ايه. بياخد وقت طويل قوي. كان اول زياره العصب لسنه واحده ممكن تقعد 3 زيارات. دلوقتي انا ممكن اخلص 8 اسنان في زياره واحده. لا والله. ليه؟ انا خلاص ما بقتش اخش بالممرض المانيوال وبخش بالفايلز. ده موضوع العصب ده كان شغلانه. انا بكمبيوتر بخش اخد طول قناه العصب، وبكمبيوتر تاني او بجهاز تاني بقدر ان انا اخش احضر التحضير المانيوال ده، بقدر اعمله انا بجهاز او بالكمبيوتر. بخش احضر قناه العصب، اقفل قناه العصب، قفلت. العلم فين بقى؟ انا هقفل النهارده ولا لا؟ ما هو ممكن تيجي الحاله وانا اقدر اقفل بس انا ما اقفلش، فيها التهابات، فيها مشاكل تحت الضرس، فيه خراج. طب هو كان فيه التهابات؟ في التهابات تحت الضرس، في خراج تحت الضرس في العظم. ده لازم دي مش يتعالج في الاول. ايوه ده يتعالج الاول منها. ما اقدرش اقفل مثلا العصب. ماشي، بس هو لحسن حظه ما كانش فيه اي خراريج تحت الضرس او، فقدرت اقفل العصب في نفس اليوم. قدرت ان نعمل له 8 اسنان في نفس كل البزل. الحاجات دي بتشوفوها يعني لو في خراج ما ينفعش تقفل وفي خراج طبعا. وده علم، ده دكتور فاهم. دي مش تكنولوجي بقى. انا ممكن يبقى عندي الجهاز اللي يخليني اقفل نفس اليوم بس انا مش هقفل. لان ما ينفعش اقفل، هيعمل لي مشاكل. هيبقى في الم رهيب. طيب حضرنا الاسنان، نبتدي تاني خطوه قبل ما نحضر الاسنان، قنوات العصب اللي عملناها او حشو العصب اللي عملناه كده، البيشنت ارتاح من اي وجع عنده، ابتدينا ننضف كل التسوسات اللي في الاسنان. تمام، نحط دعامات. حطينا دعامات وبنينا الاسنان من الاول على الجزء اللي احنا خليناه او الجزء اللي اتبقى من السنه اللي هو الهيلثي او الجزء السليم في الاسنان. طيب ممكن معانا برضو فيديو للشغل، دكتور متخصص في ده بيشتغل، ده بيقدر يحط دعامات. ايه الجديد عندي في موضوع الدعامات او ايه الجديد عندي في موضوع بناء الاسنان؟ الاول كنت عشان تبني سنه كنا اقول لك نعمل حشو عصب ونحط دعامه. الدعامه دي كانت بتبقى معدنيه. دلوقتي لا، ما عملتش كده. الدعامه دي من فايبر، في حاجه اسمها فايبر بوز. الدعامه دي من الالياف. ليه من الالياف؟ لان انا كل تركيبات الاسنان عندي دلوقتي الريسنت بقت تعتمد على الشفافيه عشان اوصل فيها نفس درجه شفافيه اسنانك الطبيعيه، عشان توصل للصوره في الاخر ان اسناننا شكلها حلو وطبيعي. طيب الاسنان الطبيعيه دي لو انا حاطط بوست او دعامه معدن هتشف من تحتيها، ما ينفعش. فادي التكنولوجي والعلم ان انا عندي الدكتور متخصص في ده هو اللي هيعمله. بدانا حطينا الدعامات وبنينا الاسنان، بدانا نحضر في الاسنان، نعمل التحضير بتاعنا او البرد بتاعنا في الاسنان. خدنا مقاسات ازاي؟ مش بالطريقه التقليديه اللي هي بالعجينه او بالماده دي عشان نبعتها للمعمل، خدناها بالكمبيوتر. دي تكنولوجي. خدناها عن طريق جهاز السرك. ماشي، واتكلمنا احنا قبل كده في حلقه. كل ده احنا عدينا كام يوم ولا كل ده احنا في نفس اليوم؟ هقول لك دلوقتي بقى كل القصه دي خدت قد ايه. احنا عامه لحد ما البيشنت استنى لحد ما خلص حلقه، الحاله دي قعدت معايا اسبوع. قعدت اسبوع، جت فيه ثلاث مرات. ثلاث ايام في خلال اسبوع من المنظر بتاع السنان دي لحد المنظر اللي هنشوفه. المنظر العادي وهو خف بقى، ولا فيه التهابات ولا خلاص، ولا ورم ولا اي توتالي. التهابات اتعالجت بالليزر توتالي. العصب خلص، حطينا الدعامات، بنينا الاسنان، خدنا مقاسات بالكمبيوتر. دقيقه جدا مقاسات بالكمبيوتر. التركيبات ببقى ضامن ان هي طالعه مقفله جدا. عملت مقاسات بالكمبيوتر، ببتدي اديزاين او اشكل الشكل بتاعي، شكل الاسنان اللي انا عايز اوصل له بناء على التخيل اللي انا عملته في الاول على الكمبيوتر. ببتدي بعديها كده انا قاعد على الكمبيوتر، خلاص انا صورت المريض مش قاعد معايا، او ساعات في مريض بيحب يشارك يتفرج على شكل اسنانه. ابتدي انا سلسة، انا كل ده ما فيش تدخل بشري، ما فيش هيومن ايرور في الموضوع. طيب هبتدي بعديها الخطوه اللي بعديها ان انا ادي اوردر لخرط البلوكات عن طريق بلوكات من السيراميك، اخرط لي الديزاين ده على الكمبيوتر برده. مفيش تدخل بشري، دي مهمه عشان ما فيش مجال للخطا. انا عندي العلم بس انا عندي الاجهزه اللي بتدور ده بالعلم اللي عندي. ماشي. خرطت التركيبات. التركيبات طلعت لي مسترك، شكلها حلو، انا عايز اخلي شكلها احلى. ماشي، دي مكنه خرط، تبتدي تخرط في البلوكات. تطلع التركيبات اكريت جدا، مقفله جدا على الاسنان. ده منطق فانكشن. كان عندك بقى برضه في العياده عليه. لانه كانوا يبعتوا زمان يخرطوا بره، مفيش بقى مقاس واخده وصبه جبس ويطلع مقاس مش مظبوط، وتطلع التركيبات مش مقفله على الاسنان، يطلع فيها مشاكل، ما عادش فيه الكلام ده. خرطتها، طلعت حلوه، طلعت جميله، عايز اخلي شكلها احلى، ببتدي اعمل لها ليرنج او بيلد اب، ان انا بايدي بقى بديها لمسه فنيه بفرشه ان هي يطلع شكلها فيها يطلع شكلها فيها شفافيه اكتر، خلي شكل التركيبات بتاعتي احلى، تطلع طبيعيه. اسبوع 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 يعني من الحال ربنا يعني يتبدل حاله سبحانك يا رب. يعني العلم وصل لكده انه الموضوع ده ياخد بس 3 زيارات واسبوع وكل حاجه تمام وخلاص. بس طيب يجي لك بقى بعدها يكشف بعدها ولا ينساك؟
هو ممكن انساني بس احنا ما بنحبش نقول كده يعني. دايما بحب يبقى في كونتاكت بينه وبين المريض. يعني اقول له مثلا بعد انت مثلا في ناس كتير بتبقى مسافره مثلا، انت نازل اجازه فازت الطبيعيه بتاعتك، انا مش محتاج يعني اشوفك. لان انت طبيعي كل ست شهور لازم تعدي على دكتور اسنان. طبيعي كل ست شهور لازم تروح دكتور اسنان تعمل سكيلينج او تنظيف الجير بتاعك واللي تشيك اب الطبيعي بتاعك اللي انت المفروض بتعمله على جسمك كله. فمن ضمن الزياره بتاعتك من ضمن الجزء ده. هل السنان دي لازم لها طريقه تنظيف سنانك مختلفه؟ سنانك الطبيعيه بتأدي نفس وظيفة السنان الطبيعية. كأنها سنان الطبيعية. لو السيكونز ده احنا ما مشيناش عليه احنا معمول لنا حاجة غلط، لو ما عرفتش اكل عليها يبقى انا معمول لي حاجة غلط، لو حسيت بوجع في اسناني يبقى انا اتعمل لي حاجة غلط، لو عضلات فكي وجعتني بعديها يبقى انا عندي حاجة غلط. الشكل بعد. طيب طبعا حاجة تانية خالص، بسم الله ما شاء الله. طيب في حاجات ممكن يقول لك اصل الجسم قبلها الجسم ما قبلهاش، الحاجات دي عندكم ولا ما بتتمش عندكم؟ يعني مش لا لا خلاص احنا كل حاجة بنستخدمها هي توتالي انيرت، هي ملهاش اي تفاعل مع الجسم. حتة تانية خالص يا ناس، في حتة تانية انتوا متخيله الشخص ده حياته اتغيرت ازاي؟ طبعا الشخص ده ازاي؟ طيب هل في ريحة معينة ممكن تتغير؟ في حاجة معينة ممكن؟ لو التركيبات مش مظبوطة لو التركيبات مش مظبوطة، لو مش مقفلة كويس اسنان تحتها تسوس هتحشر بكتيريا وبواقي اكل هتعمل لك ريحة. ما هو ده اللي احنا بنقوله. ده اللي احنا بنقوله لازم هو الدكتور يبقى متخصص في اللي هو بيعمله عشان يعرف يطلع لك احسن نتيجة تعرف توصل لها بالمنظر ده. والمنظر ده بس لو ما كنتش انا قاصد ان انا اعرض السيكونس ده كله او الترتيب ده كله عشان تعرف ان انا مش بوصل للشكل ده بسهولة. ولا بوصل عشان غير تيم كامل احنا بنشتغل من غير ناس كتير، وفي دكاترة تانية بس للأسف ما كانتش فيها ليها صور يعني زي الدكتور اللثة، في ناس عالجت التهابات اللثة، في تيم شغال، في تيم ورك شغال عشان يوصل للنتيجة دي. يوصل لها تبقى نتيجة دقيقة وبسرعة. دقيقة، شكلها حلو، بتأدي فانكشن. وديورابيليتي، يعني إيه ديورابيليتي؟ يعني هاجي بعد 10 سنين هيبقى المنظر ده لسه موجود. ما شاء الله. تقعد قد إيه صحيح؟ مفروض مدى الحياة. عشان أبتدي اتكلم في ان التركيبه حاسس ان في اي حاجه فيها مفهوم ما يحصلش، بس مينيمم بتكلم في 10 15 سنه. ما ينفعش انا بيجي لي حالات بعد شهور، بيجي لي حالات ريميكس او حالات اعاده تجميل او اعاده تركيبات عامه بعد شهور. طب ايه الفيصل بقى؟ الناس ممكن تخاف تقول لك طب وانا يعني اروح واعمل وادفع وكذا وتبوظ. الفيصل اختار صح، ده اللي احنا قلناه في الاول. اختار الطبيب اللي هتعالج عنده، حقك تشوف شهاداته، حقك تبقى فاهم تخصصه ايه، حقك تبقى عارف التيم ورك والناس اللي شغاله معاه تخصصهم ايه. قلنا ان مفيش فكره دكتور السنان اللي بيشتغل كل حاجه، انا مستحيل اعمل الكيس دي كلها لوحدي، مستحيل انا اعمل العصب، مستحيل اعمل الاسنان، ومستحيل اعمل اللثه. انت متخصص ايه بقى؟ تجميل وتركيبات. لا يعني انت بتعمل ايه في كل الرحله دي؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها يعني اخر مرحله؟ اول مرحله واخر مرحله. يعني اول مرحله اللي هي انا اللي هحط التريتمنت بلان، انا اللي هحط الخطه العلاجيه. أوكي. انا اللي هبتدي اعمل السمايل ديزاين اللي في الاول. هبتدي اوزع الادوار. اوكي. دكتور العصب هيعمل لي كذا، دكتور تركيبات ودعامات وحشوات هيعمل لي كذا، دكتور لثه هيبتدي يشيل لي الجزء الزياده من اللثه. ماشي، هخش هحضر الاسنان، هحضر الاسنان. يعني في اربع دكاتره اشتغلوا مع الحاله. دي اربع دكاتره اشتغلوا مع الحاله. ممكن يعني ممكن ادخل معاهم دكتور جراحه لو هعمل زراعه او هعمل حاجه جراحيه في الاسنان، يبقى ادخل معاهم دكتور جراحه. ممكن ادخل معاهم دكتور تقويم. الحاجه اللي لازم لها جراحه، ويعني الحاله دي ممكن تشوفها تقول دي لازم لها جراحه مثلا. انتوا ما عملتوش فيها جراحه عشان كده بسالتيه، قالت ما اعرفش. ادايجنوز، ندايجنوز، ناخد صور، نشوف اشعه، ابتدي اتكلم. ايه اللي محتاج جراحه؟ محتاج جراحه لو فتحت، لو بصيت على الاشعه زي دي لقيت كميه العظم مش كفايه، مش هعرف اخد هيلث تو ستراكشر، مش هعرف اخد اسنان كافيه ان انا ارجع ابني عليها. ما انا ما هي اسنان متدمره، هي دي تقريبا جذور. ما انا ممكن اجي الاقي ان انا ابني عليها وهي ما ينفعش ان انا ابني عليها، التركيبات تقع بالاسنان او التركيبات تقع ويفضل الجذر. طيب الناس اللي اسنانها بتقع خالص، يعني حد وقع، حد عمل حادثه، حد كده، حد ده بيركب ازاي وهو بنرجع بقى لنفس الفكره، باخد اشعه على الاسنان، لقيت عندي جزء كافي ان انا ارجع ابني اسنان وارجع اعمل له مثلا سنجل كراون او طربوش واحد اعمل كده. في حالات كتير بتبقى مش نافعه فبقوم خالع السنه وحاطط زرعه، المفروض لما احط زرعه الزرعه دي ما تبانش. ليه؟ لان دكتور زراعه اللي حاططها، فحاططها بروتوكول معين بسيكونس معين للشغل. بس في الاخر الكونكلوجن اللي عايزين نوصل له هو التيم ورك، هو فريق العمل اللي شغال تخصصه ايه وبيشتغل ازاي عشان اوصل للنتائج دي. جميل. دكتور محمود حشمت زماله تجميل الاسنان جامعه مانشستر وعضو الاكاديميه الالمانيه لزراعه الاسنان، انا بشكر حضرتك. ميرسي. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.
هذا البرنامج برعايه